أهلا بحضراتكم. واخر فقراتنا النهاردة التكتيك في المحترف. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على تشيلسي. تشيلسي الحقيقة بداية 5 جولات في الدوري الإنجليزي، 5 نقاط، فوز وحيد، تعادل مرتين، هزيمة مرتين. ولكن نجمنا النهاردة يعني منير غنام متفائل بتشيلسي. وعلى فكرة مش منير بس، كمان لما تسأل جارديولا على الانطلاقة للأرسنال قالوا له أرسنال، توتنهام، ليفربول، الفرق ما اتغلبتش لغاية دلوقتي، قلقان منها. قال لهم يعني أنا طبعا مش قلقان، ولكن أنتوا نسيتوا أفضل انطلاقة على المستوى الفني، فريق بيلعب كورة بشكل رائع جدا وهو فريق تشيلسي، وده اللي بيأيده منير. منير يعني رؤيتك بالنسبة لتشيلسي يعني تتوافق مع رؤية جارديولا بشكل كبير، لكن الناس مش فاهمة ليه هذه الرؤية، ليه هذا التفاؤل ان تشيلسي قادم وقادم بقوة. هقول لك رأيي انا وجارديولا دلوقتي. ماشي. وجهة النظر ان تشيلسي طريقة لعبه ما بتعكش النتائج اللي حصلت، وانا في رأيي ان تشيلسي حسنوا كتير مع بوتشيتينو. طيب اشرح لنا بقى. دي 3-4-3 الاعتيادية الناس بتشوف تشيلسي بيتروا بيها. زي ما شايفين كولويل هو الليفت سنتر باك، وتشيلويل هو الليفت باك، ليفت وينج باك، وده حاجه مهمه، وانزو بيلعب على الوينج. ده تغيير شويه في مهام تشيلويل، وهنتكلم اكتر بقى عن التغيير بقى. اوكي. وهما معاهم الكره بيلعبوا بالطريقه دي. لو ممكن نشوف الصوره اللي بعديها. ممكن الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها. اوكي. ده بقى شكلهم الحقيقي بالكوره. بين تشيلويل وانزو ده مركزهم الحقيقي وهما معاهم الكوره. انزو فرنانديز بيلعب كلاعب من 10، ومحتاجين نركز في الحته دي مهمه. وبين تشيلويل بيلعب كانه وينج صريح زي ستيرلينج، بيضايق يعني الملعب. وينجين طرفين، وانزو بالزبط. كمان بيلعب 9.5 تقريبا بالظبط. فلو ممكن نبص على الصوره اللي بعديها، دي البنايه بتاع تشيلسي اللي سميه ال 4-2 بيلد اب. دي البنايه اللي بيبنوا بيها الهجمه بتاعتهم. زي ما شايفين سانشيز الحارس طالع بيبني معاهم لانه حارس متميز وكوره برجليه، والاثنين الدبل بيفت او الاثنين نمره 6 اللي بيستلموا موجودين كايسيدو وجالكر بالظبط. ده شكل البيلد اب. ده شكل البيلد اب. اوكي. الصوره اللي بعديها بتعكس احنا كنا بنتكلم عنه. طبعا الكاميرا مش جايبه الباكات ولكن ده خط الاربعه اللي ورا، الاثنين نمره 6 والثلاثه بتوع تشيلسي هنا وراس الحربه. وعايزين نركز بالذات على الناس اللي احنا عاملين عليهم هايلايت، اللي هو انزو وبن تشيلويل. تاني بتتكلم على السبوت الاحمر، اللاين دوت اللي هو تشيلويل في كطرف شمال كوينج يعني ليفت وينج صريح. تشيلويل بيلعب كانه وينج صريح، كانه محمد صلاح، كانه ستيرلينج، كانه وينج صريح. اوكي. انزو فرنانديز ده بيخلي انزو فرنانديز يلعب كلاعب من 10، ودي مراكز غير اعتياديه ليهم. تمام. طيب. ايه اللي بوتشيتينو بيطلبه من الوينجات بتاعتهم؟ بوتشيتينو بيطلع نظريه اسمها المينيموم ويث. يعني المينيموم ويث ده عكس اللي احنا متوقعينه من العادي من المدربين. تقليدي المدرب يقول لك وسع الملعب، العب وينجات واقفين على الخط بالظبط. حتى جوارديولا ده اللي هو بيحبه. في فكر جديد تنهاج بيحبه، ناجلزمان في بايرن ميونخ بيستخدمه، وبوتشيتينو قلت مع تشيلسي ان احنا نضيق الوينجات بتاعتنا. بس عشان الناس تفهم، بدل ما يكون الوينجات واقفه على الخطوط، لا بتضم جوه بالزبط. بشكل كبير جوه بالزبط. جوه ال 18 ما بيلعبوش وايد، يعني ما بيلعبوش بالزبط. بشكل عرضي اكتر، بيلعبوا فيري نارو، ضيقين جدا. طيب ليه؟ اول حاجه النظريه هي ان انت عندك دلوقتي اخطر لعيب عندك قريبه من الجون، فبدل ما يضطر يروح من الطرف لغايه الجون بقى هو قريب من الجون. وتاني حاجه معناها انه لو خسر الكوره يقدر يضغط على طول عشان يسترجع الكوره بسرعه بالظبط، وفي منطقه خطر كمان، ودي مهمه جدا نسميه كاونتر بريسنج. فدي مهمه جدا. فدي اللي هو بيطلبه من الوينجات بتاعتهم. هنشوفها برده في الصوره اللي بعديها. برده زي ما انتم شايفين ستيرلينج وبن تشيلويل هنا، بن تشيلويل هو الوينج زي ما قلنا، في مراكز ضيقه جدا جدا، قريبين جدا، قريبين جدا من الجون، مش فاتحين. احنا بنتكلم على السبوت الاحمر، السبوت الاحمر اذا كان تمام. حتى على مستوى ستيرلينج او تشيلويل. عايزين نشوف تكمله الهجمه دي في الصوره اللي بعديها. دي تكمله الهجمه. وفي سبوت احمر هنا على تشيلويل. بص دخل كراس حربه. تشيلويل فين؟ دخل كانه راس حربه، الوينج بيضم لجوه، ودي صوره هنرجع لها تاني ومهمه جدا. اوكي. طيب فده شكل تشيلسي. تشيلسي زي ما قلنا بيبنوا بال 4-2، بيلعبوا 4-2-3-1 وهم معاهم الكوره، والوينجات بيضايقوا الملعب، واللعب دايركت ليهم في الهاف سبيس ان هم يقدروا يلفوا ويبتدوا الهجمه بتاعتهم. طيب حلو قوي. دي لعبتهم. ماشي. طيب وهم معاهمش الكوره بيلعبوا 4-4-2. بيدافعوا 4-4-2. ده الشكل الدفاعي. الدفاعي. ده الشكل كل اللي هو اللي بيطلع في مركز اللفت باك. ممكن نجيب صوره بعديها بتوري الباك فور اهو، والصوره اللي بعديها بتوري باقي البلوك. ده خلاص ده الاربعه والاثنين. ده الشكل الدفاعي. ده الشكل الدفاعي. فاحنا زي ما قلنا تشيلسي بتلعب باسلوب دايركت جدا، سريع جدا، بيبنوا في ال 4-2-3-1، تشيلو الوينج، انزو جوه، وبيدافعوا في 4-4-2، وده الشكل اللي بيدافعوا بيه. تمام. فدي الافكار اللي بوتشيتينو بيلعب بيها. وبوتشيتينو زي ما احنا قلنا عنده افكار معينه جدا في الضغط، في سكيم الضغط معينه. انت بتتكلم معينة. حتى الضغط يبقى حتى لو خسر الكره الضغط القريب جدا بيضغط تاني يستحوذ على الكره بسرعه. طيب ايه بقى سبب التفاؤل بتاعي؟ نشوف الصوره بعديها. دي ارقام تشيلسي السنه دي، وهنشرح الارقام دي معناها ايه. طيب أوكي. اول حاجه
تشيلسي هو تاني اكتر فريق. الارقام دي كلها قبل الجوله اللي فاتت، وهنشرح ليه برضو عشان يعني دي ارقام تشيلسي في بعد الجوله اربع جولات. اوكي وهنشرح ليه برضو. طيب دي الارقام بتاعتهم. زي ما احنا شايفين تشيلسي هو اكتر فريق صنع فرص في الدوري، تاني اكتر فريق صنع فرص في الدوري الانجليزي 81 فرصه. طيب لو بصينا على الاكسبكتد جولز، يعني اكسبكتد جولز يعني ايه جوده الفرص دي، هو المفروض يكون رابع اكتر فريق احرز اهداف. لو بصينا على الاكسبكتد بوينتس اللي هي رابع خانه هنا، اوكي تشيلسي المفروض بالاداء بتاعه الاكسبكتد جولز والاكسبكتد بوينتس اللي هي النقط المتوقعه على اساس الاداء يبقى الثالث على الدوري الانجليزي. يعني هو على مستوى الارقام ديت هو بيطول هو افضل واحد، يعني صنع 81 فرصه، ثاني افضل، ثاني افضل واحد على مستوى توقع الاهداف بالظبط، برضو هيجي في المركز الرابع بالنسبه ده بيوري جوده الاهداف. صحيح. جوده الفرص في جوده في النقطه المتوقعه ثالث اكتر فيه. يعني لو النقطه المتوقعه بالنسبه له كان يبقى ثالث الدوري لغايه دلوقتي بعد الجوله الرابعه. والمفاجاه طبعا دي مش مفاجاه، ان بوتشيتينو احسن واحد بيضغط في الدوري الانجليزي، هو اكتر فريق استحوذ على الكوره واخد الكوره ثاني من باسنج سيكونس او من حاجات ضغط منظمه. اوكي وده ادى ان دلوقتي تشيلسي هو اكتر فريق عنده استحواذ على الكوره في الدوري الانجليزي، حتى اكتر من تشيلسي اكتر من برايتون، ودي مفاجاه كبيره. كمان رقم يعني عمل 114 كروس وهو الاول على المركز الاول، مسافه كبيره، فرق 20 تقريبا 20 او 25 كروس ده كمان بعد الجوله الرابعه مش الخامسه بالظبط. فده وده ليه سبب معين هنعرض ان حاجه كويسه، بس طب يلا عشان انت عندك حاجات كتير والناس يعني 114 كروس معناها عندهم رحيم ستيرلينج وبن تشيلو بيلعبوا وينجات، بيشتغلوا وينجات، وينج ايمن على اليمين وينج اشول على الشمال، فالطبيعي بتاعه انه يلعب كروسات كتير. تمام. ده كويس حاجات معينه وحش حاجات ثانيه. طيب ليه بقى تشيلسي مع كل الصناعه وكل الارقام الهائله دي مش واصلين للنقطه اللي وصلوا لها؟ اول حاجه تشيلسي هو فريق 18 في انه يخلص الاكريسي بتاع الهجمات، ترجمه الفرص لاهداف، دي المشكله اللي عنده. 25% بس من فرصه بتترجم لاهداف، ده اول حاجه. اوكي تاني حاجه هو اكتر فريق ضيع فرص كبيره، يعني فرص اللي هو انت قريب جدا من الجون خلاص فرصه قدامك وضيع 11 فرصه ضيعها، بيج تشانس مع ايفرتون هو اكتر فريق ضيع. فده معناه حاجتين، احنا يعني بنخلق فرص كتير ولكن بنضيع فرص. تمام. ونبص على نيكولاس جاكسون، نيكو جاكسون سجل هدف واحد بس من اكسبكتد ثلاث اجوان، المفروض ثلاث اهداف احرز هدف واحد، ده فرق كبير. طب عشان سريعا عشان وقتنا لو في حاجه ثانيه عايز تشرحها بسرعه. طيب زي ما قلنا ده بن تشيلويل، بن تشيلويل موجود في المركز ده. مشكله تشيلسي الكبيره هي ان احنا عندنا فرص تتصنع فعلا، ولكن مش اللعيبه اللي موجوده في المراكز دي مش لعيبه احنا عايزينها. بن تشيلويل في المركز ده مش لعيب خطر، مش ده اللعيب اللي انت عايزه بالظبط. فاحنا بنخلق فرص بس اللعيبه اللي موجوده في المراكز دي مش اللعيبه الخطر. تاني زي ما بنبص بن تشيلويل هناك لوحده مش ده اللعيب اللي انت عايزه في المركز ده، انت عايز لعيب خطر اكتر. يعني يعني اختصارا للكلام ويمكن علشان وقتنا طبعا خلص للاسف، لكن انت بتترجم الكلام اللي قاله جارديولا انه بيلعبوا كوره جيده جدا، مستوى او عدد ارقام الهجمات اللي بيعملوها او عدد الفرص كبير جدا، ولكن مشكلتهم في ترجمه هذه الفرص. ترجمه الاداء واللعيبه اللي موجوده في مراكز معينه. انزو فرنانديز مش اللعيب الخطر، انزو فرنانديز طبعا نمره 6 او نمره 8 في كاس العالم لاعب، وفي نفس الوقت عندك الماتش بتاع امبارح بوتشينو غير، رجع كنا هنوريه دلوقتي بس مفيش وقت للاسف، رجع على 4-3-3 ومدرك اللعب مكان تشيلويل وانزو فرانز لعب نص الملعب، فده حسن مشاكل تشيلسي كتير. برضه تعادل 0-0 هنتابع معاك تشيلسي طبعا، وتفاؤلك بتشيلسي اكيد هنتابعه معاك يا منير من خلال طبعا المحترف. في النهايه بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا، شكرا نورتنا وشرفتنا. دي كانت نهايه حلقاتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.